لله رب العالمين، الحمد لله الذي امتن علينا بالإسلام، ثم الصلاة والسلام على رسوله الكريم. وبعد، أيها الإخوة المشاهدون، نحن الآن أمام المسجد الكبير في مديرية كولوكاني، من حيث يعني زرنا علماء كولوكاني ومشايخها و إخواننا المسلمين الجميع الموجودين في كولوكاني، والتقينا بهم. فنحن الآن أمام المسجد الكبير قبل ما ندخل على الرئيس الجمهورية الموخر في كولوكاني. فإلى ذلك الحين إن شاء الله كونوا معنا منتبهين لكل ما يدور حول مشاكل القاديانية، لأن القاديانية يعني بدأوا يؤسسون أصولهم في كولوكاني ولم يتمكن لديهم، وهم الآن ذهبوا إلى جيجيني. وقبل ما نلتقي بأهل جيجيني، بدأنا من كولوكاني من حيث سنقابل حاكم. و840 وبدع النبوة. تعال بجنبي. بدع النبوة. أيها القصة هذا. هذا أم درس القرآن الكريم. خير. أنا كان زميله قبل لكن ما كان أنت قول. كان زميله قبل لكن. وقال شيخ وامير بعد ختم النبوة أنه هو غلام أحمد القادياني الكذاب، هو ادعى النبوة في 1901 في قاديان، ومات هو يعني والشيطان الملعون في 1908 في قاديان، يعني مات في لاهور ودفن هو في قاديان. اس کے عقائد جو ہے اس پر تفصیل سے گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. 1908 1908 اس وقت عقائد میں تفصیل لا لا ميلاد 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 وقت اس وقت مختصر ہے تو اس لیے تفصیل سے بیان تو نہیں کر سکتے، لیکن یہ کہ اس کے جتنی کتابیں آپ پڑھیں گے اور جتنا اس نے جو بھی اس کے عقائد ہیں وہ سراسر کفریہ. شیخ یقول کان عقائد کل کفریہ لانه ادعى النبوۃ وادعى وحی النبوۃ وادعى المعجزات وغیر ذلك وحرف القران، ولهذا هو واتباعه كله كفار، وكل العلماء أفتوا في العالم أن هؤلاء أتباعه كلهم كفار. جس دن اس نے نبوت کا دعویٰ کیا اسی دن سے علماء امت نے ان پر کفر کا فتویٰ جاری کر دیا. هو شخص غلام احمد قادیانی ادعى في تلك اليوم في ذلك اليوم كل العلماء جلسوا وقالوا هذا كذاب وهذا هو كافر وخارج عن الاسلام من ذلك اليوم. اس مسئلے میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں پیدا ہوگا، اور یہ کہ مرزا غلام احمد قادیانی کفار اور کافر ہے، مرتد ہے، زندیق ہے، اس مسئلے میں پوری امت میں کوئی اختلاف نہیں. کل الامہ متحد على هذه ان القادیانی واتباعه كلهم کفار خارجون عن الاسلام. ہاں صحیح. اب یہ کہ لندن والی بات، اب یہ کہ پاکستان میں ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا گیا ہے اور ان کی سرگرمیوں پر پابندی لگا دی گئی. فی 1974 اتخذ برلمان الباکستان الوطنی القرار الذي بموجبه تقرر ان القادیانیین الذين يسمونه الاحمدیین هم غیر مسلمین على الاطلاق. الله اکبر. الله اکبر. الله اکبر. اور اس کا ضیاء الحق کیا نام ہے 1984 میں. وفي 1984 فرضت القيود على نشاطات الأحمديين تجاه تبليغ دينهم الباطل وإجراءات حاسمة ضدهم. رابطہ عالم اسلامی نے اپنی ایک جو کانفرنس مکہ میں ہوئی ہے اس میں بھی ان کو کافر قرار دیا گیا. في عام 1974 رابطة العالم الإسلامي قرر أن
كله قاديانيين واتباعهم كلهم كفار، وغلام احمد ايضا هو كافر خارج عن الاسلام. صحيح. اب اس وقت جو حاضر ہوئے ہیں یہاں مالی میں اس کا مقصد یہ ہے کہ لندن میں 10, 11, 12 اگست قادیانیوں کا سالانہ جلسہ ہوا لندن میں، اس میں آپ کے مالی سے ایک شخص جس کا نام عمر کانتے ہے وہ آیا وہاں، اور اس جلسے میں اس نے بیان کیا کہ ہم نے کوئی 30,000 to 35,000 مسلمانوں کو قادیانی مرتد بنا لیا. في 11 و 12 و 13 اغسطس سنة 1989 كان احتفال سنويا للكافرين القاديانيين الذين يسمون انفسهم بالاحمديين في لندن. ذهب في هذا الاحتفال من دولة مالي رجل اسمه عمر كانتي، شيخ عمر كانتي. نعم. واشترك في حفلة القاديانية الأحمدية وألقى كلمات، وقال في بيانه: إن الذين أصبحوا قاديانيين أحمديين في كلوكاني وفي ججني وغير ذلك في مالي 75 قرية أكثر من 40,000، والقاديانيون سجلوا هذا البيان في الشريطة السمعية والمرئية ووزعوا، وجاء هذا الخبر في الجرائد ودب في العالم الإسلامي موج القلق والاضطراب، ووقعت ضجة كبيرة في العلماء، وشرع يجيء الهاتف من كل جوانب إلى مكتبنا ختم النبوة العالمي في لندن. بعد استشارة العلماء ذهبنا إلى مكة المكرمة، بعد أداء العمرة قابلنا مع عبد الله عمر النصير أمين العام لرابطة العالم الإسلامي، وشاورنا معه على هذا الأمر، فقال لنا للسفر إلى دولة مالي لتفحص هذا الأمر وتحقيقه، فلذلك حضرنا في دولة مالي وعندكم وإلى قريتكم لتفحص هذا الأمر، والآن أن تبينوا لنا هل في هذه القرية قادياني أم لا. السؤال موجه. الآن نقدم سيادة لسيادة الشيخ اسمه سيادة الشيخ الحادي أحمد باع رئيس الجمعية التقدم الإسلام في مالي وفي مديرية الكلوكاني. نوجه إليكم السؤال يا سيادة الشيخ وإمام الجامع، كيف تعاون وماذا تفهمون من ناحية هؤلاء القاديانيين من حيث زعموا في حفلة قام بها يعني جماعة في إنجلترا وأزاؤوا أن في كلوكاني ومديرية كلوكاني يعني ما يربو على 40,000 قاديانيين، ماذا ترون في هذا الكلام؟ أيوة أما فوسي يلين فونغالو يانفوني كلوكاني بينا جيلي ما ولي سيتيا مية مية يافو أبي ولي ديكا سيراكان وما سيانا وما ديكيان أما كوما أما فوسي فو ما من دوغولين بيدي أما أنا ولي دي ما من نكاد بقى كتبولا وده ما ولي سيد يا مني كلا كان يكاي مين بقولك سيركا أتيا جيجي نساء أيها ينبتني. وأفاد الشيخ بأن هؤلاء القوم لما جاءوا هنا بذلوا كل ما في وسعهم، ولكن الأمر لم يتوكل، بحيث سكان هذه القرية كانوا منتبهين جدا لهذه الحركة ولم يسمحوا لهم أي خطوة يخطوها في هذه القرية، إنهم يعترفون بالإسلام الحقيقية ويلعنون هؤلاء القاديانيين ويقولون أنهم كفار حيثما كانوا، ليس في كلوكاني وما شابه وما يدور في كلوكاني أي قادياني إلا اللهم إلا إذا كان مختفيا، نحن لا نعترف بالقاديانيين ونحن نكفرهم وهم كفار إلى الأبد. الله أكبر. هذا ما وضعه بإمام الجامع الكبير في قرية كلوكاني، نفعنا الله تبارك وتعالى به وجزاه الله عن الإسلام خيرا. هذا ملخص ما وجدناه في كلوكاني وحافظ لكتاب الله. كلوكاني كي عبد الله مسجد كي إمام نے فرمایا وہ حافظ لكتاب الله. بہت کوشش کی قادیانیوں نے، انہوں نے بہت کوشش کی کہ یہاں کام ہو ان کا، لیکن وہ اپنا امداد بھی بہت سی لے کر آئے لیکن وہ یہاں کامیاب نہ ہو سکے، اور ہم ان پر لعنت قادیانیوں پر بھیجتے ہیں، اور قادیانی سارے کے سارے کافر ہیں، دائرہ اسلام سے خارج ہیں، یہاں پر کھلم کھلا کوئی قادیانی نہیں ہے. وہ اس نے جو یہ اپنی کیسٹ میں کہا ہے کہ یہاں کوئی قادیانی ہے یہ جھوٹ ہے، اگر کوئی چھپا ہوا ہو تو علیحدہ بات ہے، کھلم کھلا یہاں پر کوئی قادیانی نہیں ہے. انہوں نے بڑی کوشش کی، ہم ان پر لعنت بھیجتے ہیں اور ہم ان کو کافر سمجھتے ہیں. اب ان سے ایک آخری درخواست یہ ہے حضرت سے، ایک درخواست یہ کر دیں کہ یہ مسئلہ ختم نبوت دین کے لیے اساسی عقیدہ ہے، تو اس مسئلے کے لیے تحفظ کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدے اس یعنی